أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: قد كان لي عم أتيته في حال مرضه، واستمر مرضه عدة شهور، وكان مجيئي له في مرض الموت، فقال لي: أريد منك أن تحضري جنازتي قبل دفنها. وعندما علمت بوفاته ذهبت له طاعة لوصيته، فوجدت أن الناس قد ذهبوا به إلى المقبرة، فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فعدلت عن الذهاب إليه. فما حكم ذلك؟ وهل يلحقني إثم في عدم أداء وصيته لي؟ أحسنت في الامتناع من تشييع جنازته والذهاب إلى المقبرة، لأن هذا لا يجوز للنساء، لا يجوز للنساء أن تشيع الأموات ولا أن تذهب إلى المقابر، وإنما هذا من خصائص الرجال. لكن لو أدركتيه قبل أن يحمل إلى المقبرة وصليت عليه كان ذلك مستحبا وفيه خير، وما دام فات الوقت وفاتت الفرصة فلا شيء عليك والحمد لله. الحمد لله، لا سيما وأنك حاولت وجئت لكن فات الوقت. نعم.